يعني شتى المجالات في المجلس البلدي ديالها، في الرياضه ديالها، في الاقتصاد ديالها، ديما المدينه كتلقى سبحان الله بحال هكا في شتى المجالات. فرقت اسود ولا ما عرفتش كيقلبوا ماش من السياسه ديالهم اللي كيقلبوا عليها، ما عرفناش حنا شناهي هاد الناس هادو. انت كلشي كتشوفي تحطت لي في دارتيفيس اللي من اجمل الماكين، العالم كله كيحتفل بها، دول عظمى امريكا، اسبانيا، فرنسا كتحتفل بهادشي، ولكن في اطار قانوني. كاين ثلاثة الناس واقفين غيشاهلوا، الناس أخرى راجعة للور من الظما، فإذا به كتفاجأ بأن السلطات كيقول لها ما تشعلش. وشنو قدمت سميتو السلطة المحلية على السيد العامل ولا المجلس البلدي ولا الفاعلين الاقتصاديين بهذ المدينة اللي كلاو وشربوا فيها وباقيين كياكلوا فيها؟ راه كل ما كان هذا السيد هذا ماشي كنجاملوه ولا كنطبلوه، كلشي كيعرف هذا الشيء، كل ما كان هو ما طلعش هذ الفرقة هذي. ولا شتيها بالرب العظيم، وسنوات وحنا محقورين، عبر سنوات وحنا محقورين، ما كاين لا دعم مادي وهو المعنوي دابا ما خلاوش. اذا ربع عمرك تسنى منا الخير، هاد المدينه هادي صلى على صلاه الجنازه وحق الله العظيم خاصها تهز في سميتو صلاه الجنازه ديال بصح. شنو المدينه كيديره بين قوسين شجرها وطرقانها وصباغتها كيديره ودخلتها كيديره، هنا كتبين لك نهار الزير بين المصباح. وانتم تعلمون الصحافه المحليه والوطنيه، مدينه المحمديه دازت في صراعات شتى الاعوام ديالها وغتبقى بحالك سبحان الله العظيم. خير دليل مرآه المدينه هي الرياضه، وبيطار فرع كرة القدم، وانت كتشوف فيه كيف كرفس، هذه هنا كتبين لك قاعتها شو كيديرها، ما كاملهاش عوجة، كل شيء معوج. إذا أسنيت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، مدينة خاصة تطلع على صلاة الجنازة. وشكرا. هذا ما كتشوفوا الفريق دابا طلع القسم الوطني الأول والجمهور بغى يحتفل، ولكن هذه المدينة هذه صراحة من قديم وهي فيها صراعات وبحال هكذا دائما إنسان كيدير عليك واحد الضغط اللي ما كيخليكش تحتفل. الوقت الاحتفال ديالها يشوفوا المحمديه كيفاش عامله في العود، يشوفوا هذه القضيه هذه، يشوفوا المحمديه كيفاش عامله من كل النواحي، حتى حاجه ما مقاده، حتى حاجه ما مقاده، ديما المحمديه محظوره. ولكن حنا دائما تنقولوا الفرحه في قلوبنا والحمد لله وصلنا للمبتغى اللي هو نلعبوا حنا في الصفوه، وحنا كنطالبوا من الجمهور من هذا المنبر هذا باش يجي مع الفريق ان شاء الله يحيد هذا المرض هذا ويأصل الفريق اين حل وارتحل، باش يرجع الفريق المحمدي ديالنا وشعب المحمدي الامجاد ديالو اللي كان كيعطي واحد الصيت وواحد الفرجه اللي كان كيتمتع بها كل الجماهير المغربيه. وشكرا.